بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنستكمل تصميم الستريب فوتينج ويف بيم، وإحنا خدنا في الجزء السابق إزاي نطلع الدايمنشنز بتاعة السلاب وإزاي نجيب الستريسز عليها، يعني خلاص جبنا الـ FUM. فعايزين نبتدي نصمم مين؟ السلاب، بس المين للمومنت. فنبتدي ناخد زي ما اتعلمنا بالظبط في اسات واحده، نجيب السي اي عباره عن بي ار سي ناقص البي بيم. هي دي النقطه هنا بقى، خلي بالك البي بيم دي احنا قلنا فيها في الجزء اللي هو القبل السابق ناخدها قد ايه؟ اقول والله لو انا عندي البيم اهيت وفي عندي عمود هنا وعمود هنا، لازم العرض بتاع البيم تكون اكبر من او تساوي اكبر عرض للعمود بتاعي على 2، وبعدين اجيب الام اي بتساوي اف يو ان في مين؟ في 1 في سي اي سكوير على 2. هبتدي اجيب الدبس بتاعي عباره عن، عارفين المومنت هنا بيبقى على الكريتيكال سيكشن على وش مين؟ الحيطه، بس هنا بقى مش على وش الحيطه، الكريتيكال سيكشن على وش مين؟ البيم. فبقت الدي بتساوي سي 1 جذر ام 1 على 100، دي اللي هو عرض الشريحه اللي انا شغال فيها في الاف مين سي يو. تي ار سي بتساوي دي زائد 7 سم، ما تقلش عن كام؟ عن 40 سم، وبعدين اقربها لاقرب 5 سم بالايه؟ بالزياده. طيب فاكرين لما كنا بنقول ان عايزين نعمل تشيك بانشنج؟ كنا بنقول ايه؟ مفيش تشيك بانشنج، عشان كلمه بانشنج المقصود بيه ان انا عندي عمود وهيخترق قاعده، انا هنا مفيش عمود ويخترق قاعده، انا عندي حيطه وفوقيها ايه؟ بيم، فالبيم ديت مش هتخترق، لكن هتعمل ايه؟ هتعمل شير، فعشان كده لازم اعمل تشيك لمين؟ للشير. الشير طبعا عارفين ان هو على بعد مسافه مين؟ دي، وادي الاف يو ان، طبعا عايز اجيب المسافه دي اللي هي سي 1 ماينس مين؟ دي. يبقى كيو شير عباره عن الاف يو ان الستريسز في واحد في الاتجاه الاخر يعني في مين؟ سي 1 او سي اي ديت ناقص مين؟ الدي. يبقى الكيو شير بتساوي كيو شير على 100 في دي عشان اجيبها كستريسز، اقارنها بمقاومه الخرسانه للشير اللي هي 0.75 في 1.3 في نص بجذر اف سي على جاما سي. لو لقيت والله ان الكيو شير بتاعتي اقل من كيو سي يو، يبقى انا عندي القاعده سيف بالنسبه للشير. كده هيتبقى ليا ازاي اطلع الحديد للسلاب، وده اللي هنشوفه في الجزء القادم ان شاء الله. شكرا.